الثاني من شروط الصلاة العقل. نمازن شرطنا الثاني هو العقل. فلا تصح الصلاة من مجنون. دليل كم سنة كل دين نماز كابول ونماز. وكذلك السكران من باب أولى. أي رجاء صاروش كم ده نماز البيت كابول ونماز نمنع هذا من شرب الخمر ونقول لا بد أن تصلي. بكم سنة صاروش تكتن إيش كيش مكتن ألو كويرس نماز كل ماك زورنداسن ديرزونا. لو يوجد عندنا إنسان مريض ذهب عقله يذهب عقله مثلا ساعات ثم يعود إليه العقل زمن معين فهذا الزمن معين إذا أمكن هذا من أداء الصلاة لابد أن يصلي وإذا لم يمكنه سقطت عنه الصلاة Diyelim ki bir insan var, vakitlerin çoğunda atlı gidiyor ve kısa bir vakit için bile olsa namazlarını kılabileceği bir vakit var ise yetiyorsa, bu sürede aklı geri geliyorsa bu sürede namazını kılar. Ancak eğer bunu da yerine getiremiyorsa, gücü yetmiyorsa namaz ondan düşmüş olur. Allah'a emanet.